أيها الحفظ الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل في كل مكان، هكذا تستمر الانطلاقات، هكذا تستمر الأشواط، شوطا ينتهي وشوطا يبدأ من جديد لتتجدد الآمال والنوابيس والطموحات لدى الأخوة المشاركين والقادمين من شتى الميادين للمشاركة هنا في ميدان السوان، ميدان الأصالة، ضمن شارة الديوان السادسة التي تحمل منافسة سن الحقايق. على بركة الله يسير شوطنا السادس عشر المخصص لفئات الجعدان، نتمنى التوفيق للجميع. نتابع معكم البداية والصدارة وأول المنطلقين المرعب مع المركز الأول لراشد بن محمد بن عبيد المسافري، من يقدم لنا المرعب على المركز الأول. يليه في المركز الثاني جفار لعتيج بن عبد الله بن سلطان الأعواني، يتقدم بشاهد على المركز الثاني. المركز الثالث المختبر ليس ناصر بن سالم بن محمد الكتبي، بينما المركز الرابع حوران القادم في هذا التحدي الجميل والانطلاق المميز. هناك نجد من الجانب الآخر مشاهدينا متابعينا الأعزاء في هذا الأداء الجميل والأداء الرائع مع هذه الانطلاقة المميزة. حوران في هذا الحضور الجميل والتحدي المثير مشاهدينا متابعينا الأعزاء مع هذه الانطلاقة الرائعة. وتابع أيضا الوصول من ذرب لأحمد بن خليفة بن سيف بن إبراهيم المسافري، حاضر على المركز الرابع. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات المختبر ناصر بن سالم بن محمد الكتبي، يقدم لنا المختبر على المركز الخامس. المركز السادس الوصول من شديد لعلي بن حمودة بن علي الظاهري، وتدخل أيضا شعار القبيسي قادم مع وابل عتيج بن مطر بن حسن القبيسي. وهنا القدوم الجميل من بشار سعيد بن محمد بالحب العامري، يقدم لنا بشار. وهنا يصل أيضا طويق عبد الله بن محمد بن قضيب الزعابي، يقدم لنا طويق. تدخل هجام أحمد بن سالم المهيري، وهنا أيضا وصل البطل خليفة بن حمد بن سليم الكتبي. هكذا الأسماء، هنا شعار أيضا حمد بن راشد بن محمد الجبالي قادم مع الكيلو متر الأخير، مع الكيلو متر المثير. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى البداية، إلى المركز الأول، إلى المرعب. المرعب لا زال في المركز الأول، راشد بن محمد بن عبيد المسافري، ولكن ذرب يغير إلى الصدارة. أحمد بن خليفة بن سيف بن إبراهيم المسافري يقدم لنا ذرب، وهناك شعار القبيسي مع وابل عتيج بن مطر بن حسن القبيسي. تدخلت الأسماء، وصل شديد علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، وهنا القادم هنا أيضا بشار سعيد بن محمد بالحب العامري. من الجانب بالأيمن يأتينا الفارس لعمير بن عبد الله بن سرحان الأفلي. الله الله الله، المركز الخامس وصل البطل خليفة بن حمد بن سليم، ولكن القبيسي وبن سرحان الفارس هو فارس هذا الشوط عمير بن عبد الله بن محمد بن سرحان الأفلي. سرح بالانتصار. روح يا بن سرحان، روح مع هذا الأداء. رقم واحد، نمبر ون، مسجل برقم واحد، وهو صاحب الرقم واحد، صاحب المركز الأول، صاحب الناموس. سلام يا عمير، سلام عمير بن عبد الله بن محمد بن سرحان الأفلي مع الفارس. المركز الثاني سعيد بن محمد بن حب، المركز الثالث العتيق بن مطر بن حسن القبيسي، المركز الرابع 25. المركز الرابع الشامخ، المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء شعار البلوشي أتى في المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه الانطلاقة المميزة. والمركز الخامس وبقية المراكز